كنشوف الناس مسطين عندهم امراض عقليه متشردين ما كياكلوش الدواء ديالهم ما كاينش واحد الرعايه لا من ناحيه الاسره لا من ناحيه المجتمع المدني لا من ناحيه المستشفيات الأسرة باش تستوعب هذوك الناس بزاف ما كاينش يعني كيضطروا المتشردين اللي هما عندهم حالات الامراض العقليه يتسكعوا في الشوارع وكيشكلوا خطر على المجتمع وشحال من جريمه وقعات مؤخرا درب العفو واحد المسطي ذبح واحد الدريه صغيره مؤخرا الثاني في حي اناسي واحد المسطي ذبح مو واحد اخر حتى هو ما من بلاصه حتى هو يعني واحد الظاهره مقلقه بزاف وراه كتشكل خطر على المجتمع خاص الناس ديال المجتمع المدني والهيئات الحقوقيه ووزاره الصحه وجميع والمصالح العماله يتكتفوا الجهود ديالهم بعضياتهم ويوجدوا مآوي باستقبال هؤلاء المتشردين كما يخضعوهم للعنايه الصحيه وكذلك هذوك المركب الاجتماعي ديال طيف المليل راه فيه الخصاص من الناحيه الطبيه يعني كنشوفوا عدد الاسره قليل بالنسبه للمستفيدين الشيء اللي كيجعلهم ما يلقاوش الرعايه وكيتعرضوا للتشرد والضياع وهذه ظاهره غير صحيه يندى لها الجابيه وتشكل خطر ناقوس الخطر يدق ناقوس الخطر يدق فيما يتعلق بالظاهره ديال المتشردين الذين يشكلون خطر على المجتمع سواء الامراض العقليه سواء المتشرد اللي هاز الزنويه كيدور بها ما عنده حتى شي مرض هو عقد على المجتمع هذا هو المشكل يعني كنتمنى كنلتمس من السلطات المركزيه في الرباط ومن السلطات المحليه اللي في الدار البيضاء من جميع الهيئات الحقوقيه وهيئات المجتمع المدني ينظروا بعين الاعتبار ويتحزموا ويترزموا لهذا المشكل هذا لا مشكله كبيره وعويصه وكنتمنى نلقاو اذان صاغيه ويحلوا المشكل ديال هذه الدائره ديال اللي كنا كنلاحظوها ديال الاجرام من المختلين عقليا معتوه خطير يتجول في الشارع العمومي خاص المواطن يعلم الشرطه اولا باش تزيد تهزو هذه من الضرورات اي معتوه كيشكل خطر يجب اعلام قاعه المواصلات ديال الشرطه باش يجيو ياخذوا في حقه الاجراءات يديو للمستشفى او لا يديو للمركز باش يعينوا الصحه ديالو يشوفوا واش مريض بصح نيت ولا كيتظاهر ولا واكل قرقوبي ولا واكل شي مخدر المنتخبين راه هما المسؤولين الاولين على اي حاجه اي شوائب الاجتماعيه راه المستشار الجماعي واللي في الجهه ولا اللي في مجلس المدينه راه مسؤول امام الشعب وكذلك مسؤول امام الله على كل ما يمس بصحه الانسان كل ما يمس بالسلامه الصحيه للانسان وهذه الظاهره هذه هي خاصهم يعطيوها اهتمام كبير راه منها كينطلق اي تقدم والتنميه الاجتماعيه كتنطلق من الانسان الا ما جيناش نتهلاو في الانسان ما كاين لا تنميه لا سيدي حمص.